عامر انت ليش موديني الاستراحه؟ لا بس نسيت شيء بالاستراحه، باخذه واجيك. اما عاد بيبيع اثاثه عشان ما يقدر يدفع الاجار؟ هذا اللي صاير يا عيال، وتركي خوينا ولازم نوقف معه. كفو، هذه هي الاصول. طيب ايش نقدر نسوي له؟ انا اقول نطلع برا ونلزم على تركي، نقول له شوف تحط اثاثك عندنا بالاستراحه، وندبل له شقه عيال نتقاط، ندبل له شقه مفروشه، يقعد فيها اسبوع اسبوعين مع زوجته الين ما تضبط امورهم. وش رايكم؟ انا معك. قدام. كفو يا عيال. اسمع يا تركي، اثاثك هذا نبي نخزنه عندنا بالاستراحه الين ما تضبط امورك، والشقه وانا اخوك لا تشيل همها، ان شاء الله ربي بيحلها. خاوي الخوي اللي عن الناس يغنيك خوة وفا، خوة وفا ما هي خوة وناسة، اللي على عسر المواقف يصافيك. لا شافك ضايقن، لا شافك ضايقن، ما صدي عنك براسة. على الطلاق ما تاخذ شقة، تسكن انت والمدام في الاستراحة. قول تم 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 يا عيال، يلا روح. ابوك النكبة. صاحي ولا مهبول؟ تبيني انا اسكن في الاستراحه ولا بعد استراحه اخويا عك؟ يا عجوتي يا اميرتي يا ملكتي، شوفي خليني 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 اشرح. شوفي استراحتنا على يميننا مشدوده، عادي مشدوده، وعلى يسارنا استراحه بنات. وشو بنات؟ محترمات. الله يصبرني عليك يا تريكي واشوف اخرتها معاك. تراين علي يا زين اللي غارون وتيكو يغارون علي لبي. بس اقول جم، بس جم، روح جيب لي شيء ناكله، اي شيء، بخاري، مطبق، فول، جت اخلص بسرعه. مهبول انت، شوي شوي على اغراض تركي. يا صديق انتبه، ها ابوك يا المقشع. لا ومبروزينها بعد، لو انه قاعد عزوب يا زيله. اسمع ابيك تنتبه لاغراضه، ها لا تكسر شيء. هذا ماما انت؟ اما عاد امي. هذه ام السعف والليف. ايش سعف والليف؟ سالفه طويله، سالفه طويله، بعدين اعلمك. الزبده الحين تركي بيجي مع مدام، مدام هو يجلس هنا استراحه، انت ما تجلس بالاستراحه، هذا حرمه موجود عيب، صرف نفسك اوكي؟ يا ولد تفضل تفضل. اي هذه اليسار لا تفشلين، ادخل باليمين. اصدقائي، عزوتي، حبايبي، الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه. لو بس ما عرشتوني شويات وكفت اطلق ترى ما جيت. لا 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 ابد، المكان مكانكم، خذوا راحتكم وانبسطوا واستانسوا فلوها. ما شاء الله لابسه خيمه. امانه امانه امانه، اعتبروها زي اختكم. سندريلا. مشروع حكم ذي ما شاء الله. شو كان الزين؟ ما شفت شيء بعد. شوف السعه وشلون الله لا يبارك بالضيت، خمس نجوم. بصراحه يا تريكي ما كنت اتوقع ان المكان حلو ومريح نفسيا. ما شفت الدكة صد؟ ايه. يلا نروح، هيا بينا. يلا تفضل تفضل. الله، شوفي شوفي الدكة شلون، شوفي محل هذا المنظر، كأنك في وادي حنيفة. تفضل تفضل تفضلي يا عمري يا عشقي يا كل شيء، تفضلي تفضلي يا حبيبتي. سلام، أحلى شاهي لأحلى قلب. لب قلبك يا تركي. وادي حنيفة ذا ولا حديقة الفوطة؟ صديق ليش لابس كذا؟ عامر كلام؟ إيه؟ ما يبقى رجال جوا. وش اللي عيب؟ أنت وجهك فاهم غلط، لابس برقع على أساس إنك والله متغطي عن زوجتي. يلا برا برا برا. يلا بسرعة، يلا برا.
شباب شريت أغراض للثلاجة. بيني وبينكم قلت عيب تركي وزوجها يفتحون ثلاجة الاستراحة ويلقونها فاضية. كافو والله، بيض الله وجهك يا ياسر. خاوي الخوي اللي على الناس يغنيك يغنيك قوة وفا، ما هي قوة وناسة وناسة، اللي على عسر الليالي مدري المواقف المواقف صح يصافيك صافيك، لو شافك ضايق ما صدي عنك براسة. كفو يا ابويا اتحداك، علي الطلاق لا شيل الاغراض. الله الله، شوف المنظر ما احلاه، شاهي خضره ووجه حسن. ما شاء الله تبارك الرحمن، ذا الهوى اللي سفسف والزينه. انت بنص مخ انت وجهك ما تشبهون بدماغي. مالك انت؟ انت قلت تعتبرون زي اختكم. زي اختي يا دني، زي اختي يا يلا نكتس هيا. كفو يا البطران يا البطل. اي يا بطل. ايش رايك فيني؟ واني قوي قسم لا حطمته. قليل أدب، طردني، ليتني ما حلت وطلقته إنه يسكن في استراحتنا. تستاهل لأنك قليل حياة وراك تدخل زوج تداخل. ها المهم دحين يا عيال ندور مكان نقعد فيه. اي والله طقتنا الشموس، وش رايك نروح نتكي بكافي؟ ما بول أنت نتكي بكافي وبيتنا موجود يا عيال، نروح نتكي بالملحق ونفلها. كافو أنا وينو؟ أنت راح دور لك على شغل لين ما يطلع تركي من الاستراحة، وشل البرقع ترى شبها. انا ما بشيل هذا، حصل شغل بادر شيل. الفاتنة اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون، الغزل والشوق واسرار الحكي. وين القهوة؟ وليه نسوي قهوة وانت ما تشربها معنا؟ كل ما سويناها رحت الاستراحة. غريبة يبا، اليوم انت رايح للاستراحة؟ لا ماني برايح الاستراحة، ما في احد، خوياي كاشتي. صدق يبا؟ اجل ابشر بالقهوة والحلا وانا بساعدك. ياس تفضل. والله يحييكم. الله يحييك يبقيك. انا والله سهلة. هلا بيتكم يا عمر؟ اي بيت يا رجل، بيت منه. ابى اروح اجيب القهوه والشاهي واجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابي قهوه وشاهي، اخوياي عندي بالملحق. غريبه، ليه ما جلستوا بالاستراحه؟ خوينا تركي سكن فيها هو وزوجته، ظروفهم الماديه صعبه، حلفنا عليهم قلنا تقعدون الين ما تدبر اموركم، يعني فزعه ومرجله كذا. يما الله يكون بعونهم، عطني رقم زوجته. ابشر يمه. وعليكم السلام، يا هلا يا ام عامر. الحمد لله كلنا طيبين. فين؟ طيب هذه الساعة المباركة اهي، حتى ام كفتة عندي. خلاص ولا يهمك ابلغها. ابشر. طيب طيب يلا مع السلامة. هذه ام عامر بتقول تبغانا نروح الاستراحة حقت الاولاد، صاحبهم تركي ومرته ظروفهم صعبة وسكنوهم في الاستراحة، تبغانا نروح نساعدهم فيها. سيد روحي هي والله، دائما راعت مواديب أم عامر، شنروح معاه بإذن الله ونساعدهم. تصدق من يوم خفت رجلي عن الاستراحة صرت أحب قعدة البيت، أثر السهر وقل النوم هو اللي متعبني. صدقت يبا، ومن اليوم ورايح نبي ننضبط، ما عدنا بنسهر إلى متى، ليلنا نهار ونهارنا ليل. كافو والله. أجل أمك وينها؟ ها؟ ما أدري. دق عليها. دقيت عليها ولا ردت، أبى أدق عليها مرة ثانية. الأول حكم. ما هو وقتك يا أبو عامر. أقول العبي العبي في اللي أمها. بس أدرت. أربعة. هذه ما تسري على وجهها، هدق عليها ولا ترد علي،
وسهران تنبرى البيت إلى هالعيد. غريبة، أول مرة أمي تسويها. غريبة، سهرانين لذا الوقت؟ حننا سهرانين ولا أنت؟ ما تشوفين الساعة كم؟ كنت في الاستراحة، يعني إيش تبون؟ الواحد ما يقدر يتنفس؟ هذا شايكم وقهوتكم وعشاكم جاهز قبل أطلع؟ بس الساعة 3 على العيد. يا ابن الحلال أزين، عشان ما تفوتني صلاة الفجر، أصلي وأنام. عجيب والله.